قابلنا أسرة رانيا عاطف وإحنا بنتابع فعاليات مبادرة آي ميكزس، والدها ووالدتها وحماتها. ناس طيبين وأفاضل. تعالوا نشوف رانيا عاطف بعيون والدها الدكتور عاطف نصر، هو بالمناسبة طبيب جراح ومستشار سابق لوزير الصحة، وحالياً هو مستشار هيئة الإسعاف المصرية. رانيا طول عمرها غاوية إن هي تفكر، يعني أنا بسميها كرياتيف بيرسوناليتي، غاوية يعني تشوف حاجات يمكن الواحد ما يفكرش فيها. يمكن الجرأة بتاعتها في إن هي تعمل شيفت كارير وتبتدي تروح لحاجة هي حباها وهي بتلاقي نفسها فيها، يمكن كانت بالنسبة لي حاجة صعبة جدا إن أنا يحصل الكلام ده. بعد كده لما طلعت فكرة I make this كنت بحس بسعادتها وهي يعني بتقدم كل يوم خطوة في الموضوع ده. أنا استفدت طبعا من الفكرة بتاعتها دي، لأن رانيا على حسب شغل خالد زوجها هي هو دبلوماسي وبيبقى كل شوية في بلد شكل، وبالتالي هي بتبقى وقت طويل قوي مقيمة بالخارج مصر. فأنا استفدت بقى إن هي كل ما تعمل بازار أو حاجة بشوفها. أكتر حاجة تسعدني إن هي كل شوية تيجي وأشوفها وتبقى معانا all the time في مصر. والدة رانيا عاطف هي الدكتورة ناهد الطويلة، متخصصة في العلوم النفسية للأطفال، سيدة عظيمة ومثلت مصر في المحافل الدولية. تعالوا نسمع شهادتها عن بنتها وروحها رانيا عاطف. رانيا طول عمرها هي بنت واحدة وسط ولدين، إنما كانت دايما يعني متعاملة معهم هما الاثنين، وخصوصا الصغير يعني، وهي اللي تبتكر له. أنا عايزة أوصل لنقطة إن هي من وهي صغيرة وهي مبتكرة، فكانت تبتكر له ألعاب يبقى مبهور بيها جدا إيه اللي بتعمله ده، بحيث إن هي بعد كده بقى لما دخلت كلية السياسة واقتصاد طبعا لازم تطلع بقى قسم إحصاء، تطلع حاجة في الإحصاء يعني. فإحنا فوجئنا إن هي خدت الشهادة وانتهى الموضوع يعني، وابتدت هي كل حاجة تيجي على بالها تعملها. بعد كده جي بقى موضوع I make this، هي كانت حابة قوي قوي ان هي تعمل حاجة تجمع فيها الستات اللي بيعملوا اساسا منتجات مش عارفين يسوقوها، فابتدت الفكرة دي عندها لحد ما الحمد لله يعني وصل الموضوع كده هوت. وبعدين زي ما انتوا شايفين دلوقتي ما شاء الله يعني العدد وصل معاها لإيه.